النجم العالمي اللي مشرف مصر واحترف بنادي برشلونه الكابتن ميزو الكينج. اول شيء طمنا عليك يا كينج. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اطمن جمهور عليا وبحب اطمن الست الوالده وبقول لها اطمن يا غالي انا باكل وبشرب كويس. واد يا محمود سلمنا على امك ياد. بس معلش انا حضرتك انا عندي كومنت بسيط يعني. الفندق ما فيهوش شطافه يعني غيروا الفندق يركبوا شطافه. طيب بدنا نعرف انت كيف وصلت لهون؟ والله العظيم حضرتك انا كنت نايم في الفندق. ممكن اطلع شويه قدام عشان الكاميرا؟ شويه قدام بس شويه قدام. والله حضرتك انا كنت ببص يعني نايم في الفندق لقيتهم اتصلوا بيا الصبح وقالوا لي قوم انزل يلا الميكروباص مستني تحت. ركبت وجيت علينا على طول. لا يا كابتن قصدي كيف احترفت ببرشلونه؟ شو سر موهبتك؟ هو معلش سيخته السؤال اتغيرت بس والله اقول لحضرتك على حاجه. انا ابتديت حياتي الكرويه في غيط الحاج عبد الهادي. كان عندنا هناك نخله اسمها ست الحسن. كنت احط الكوره كده واشوطها كرف كرف يعني موزر انت مش فاهم انجليزي تخبط في ست الحسن تنزل بالصلاه على النبي بلح برمهات رطب زغلول واحيانا يعني كانت تنزل موز او تفاح حسب موسم التزاوج. كانت العيال الصغيره عندنا تلم البلح ده او تاكله وتفرح بيه قوي. اصلا بحب افرح الاطفال وبالمره يعني انا بيتوتي جدا بحب الاسره ويعني عازب واعول وعندي وائل 4 سنين. كان في شد بينك وبين ميسي قبل ما تشوط البينالتي، ممكن توضح لنا شو اللي صار؟ بص حضرتك انا ما بحبش اتكلم في ضهر حد، بس هو لو متابع الحلقه ممكن يعني تسمحي له بحق الرد. بص حضرتك شوفي بصي قطع لي التيشيرت بتاعي. شوفي حضرتك احنا كنا في الماتش 100 100 ولقيت ميسي بيتساوق كده وراح ياخد الكوره وعايز يشوط هو البلنتي تمام رغم ان انا اللي واقع. والله العظيم انا اللي كنت واقع. رحت جاي مسحب سحيب ومثبت في الكوره قال لي سيبها سيبها. قلت لا لا يا حبيبي لا يا بابا انت عايز تعمل دوتو انت وسواريز كبيب وبشير عندينا وتتصيطوا على قفاي. رحت مثبت في الكوره تبيت وحطيتها قدام الجون واقف. بصيت كده لقيت الحارس مش واقف على بعضه عمال شويه يروح للجنب اليمين وشويه على الجنب الشمال. رحت بصيت له في عينيه بصيت صق واستخدمت ذكاء او دهائي وعرفت ان هو ناوي يترمي على الجنب اليمين. اقوم انا اعمل ايه بقى ها؟ ها؟ تعجيز احطها لك بردك على الجنب اليمين كيف الباشمهندس مجدي عبد الغني عندينا اكده اكده والحمد لله جبتها جون. بس وكمان حضرتك لو تلاحظ ان الجمهور اتفاجئ واتخض وقال واو كبيره. بس ممكن اقول لحضرتك على حاجه؟ انا بعتب على الاخ ميسي لو سمحت يعني. الاخ ميسي طلع في احدى البرامج التلفزيونيه اتبرع بالبلغه بتاعته لفقراء مصر. عايز اقول له لا اقول له كلمه واحده بس اللي بيعمل خير يعمله في الدرع مش قدام الناس. وعشان كده انا نويت اتبرع بالكلسون الذهبي بتاعي اللي شاركت بيه في الكلاسيكو الاخير لفقراء الارجنتين البلد العربي الشقيق. سمعنا انه لك مع فريق برشلونه بعض التفاصيل اللطيفه وروح الدعابه خلال التدريبات، خبرنا عنها شوي. منهم لله الزملاء يعني متبلش في بق مفوله، بس والله العظيم حضرتك انا بمتاز بروح الدعابه ودم خفيف جدا، واحنا بنعمل تمرينات الصبح بعمل لهم استرشتات وبغني لهم للكنج محمد منير يعني اغاني حماسيه، لو تسمح لي ممكن اغني حاجه؟ تفضل اكيد. وقت البرنامج اسمع؟ ماشي. تمرين اول وثاني وسوالف عنينا تاني، سما انت امتى تكبر واشوط الكوره واقدر واكسر مناخ رونالدو واجيب الجون وسنتر. حلوه كده؟ عجبتك؟ حلو كتير. ممكن نجي هنا كده عشان الاضاءه؟ كابتن ميزو وين شايف حالك بعد 10 سنين؟ والله يعني حضرتك لو ربنا كرمني انا حلم عمري اني العب في نادي بتروجيت ويعني لو الدنيا قفلت معايا خالص. نجمك المفضل؟ لسه حضرتك تكمل باقي الاجابه. والله حضرتك انا ناوي العب في نادي بتروجيت ولو الدنيا يعني باظت شويه ممكن افتح مطعم بيتزا للعيال ممكن ياكلوا منه ويكون في نفس الوقت استثمار. ولو قفلت في وشي خالص ممكن امثل ارقص اصبغ شعري زي ابراهيم سعيد واكله بيسترزق. مفيش اسئله ثانيه ولا ايه؟ ما قلت لي مين نجمك المفضل؟ نجم المفضل؟ لا لا انا هعمله وانت تعرف لوحدك. ماشي؟ ماشي. عشت يا كبير ما يفوتكش الصحة ابدا بس على الطلاق مردود لك. مش فارس الجن اللي يمد ايده على حد مسن. اذا اردت النجاح فعليك بتجاره السلاح. ها عرفتيه عرفتيه مين مين مين؟ كريم عبد العزيز. ايوه هو كريم عبد العزيز. ايوه هو هو. ايوه كابتن النجم اللي جواتك شو بيقول للشباب؟ ميزو كينج يقول للشباب. ميزو كينج يقول للشباب صدقني يا صاحبي انا اقوى من المخدرات. اوعى تلعب بينج وانت بتكلم ميزو كينج. تحيا مصر. شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر صوتك بيقصر.
شكرا هلا ابو دياب يلي شاركتي محمد علي بهالمشهد التمثيلي. محمد بدنا نستمع الى اراء اللجنه، اذا بيعطوك تو سمايلي فيسز وان سيد فيس هيدا الشيء بحطك بدائره الخطر، واذا بيعطوك ثري سمايلي فيسز بنجحوك وبنشوفك بالمرحله المقبله. رح نبتدي مع سيرين، كيفك انت والفوتبول؟ ما منيحه للحقيقه، انا ماني منيحه مع السبور كله، بس بدي اقول محمد اول شيء يعطيك العافيه، كنت كثير مهضوم وبتجنن كنت، وفعليا يعني انا بالنسبه لإلي كثير حبيت وتستاهل سمايلي فيس. سمايلي فيس من سيرين. استاذ حسن تفضل، شو رايك؟ انت منين من مصر يا محمد؟ انا من اسيوط. احبك. من بيروت. احبك. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يبارك لك، ربنا يخليك يا استاذ. عاوزك تسمعني بس، انت قلت لميسي ايه لما جه يشوط الكره؟ تقول لها يا حبيبي سيبها. ايوه هي سيبها. هي سيبها؟ ايوه. فجيت حضرتك بحط الكره كده، راح مثبت في الكره بيقول لي، فبقول له لا يا حبيبي اعمل لي كده حضرتك، قال لي سيبها سيبها. لا يا ابويا، لا يا حبيبي. انت دمك خفيف قوي يا محمد والله، وكل اللي عملته حلو، وانت تستاهل فعلا سمايلي فيس. تو سمايلي فيسز لحديث هلا، لنستمع الى راي محمد هنيدي. انا كنت لسه اسالك بس الاستاذ سالك، طبعا لازم تكون من اسيوط، ربنا يخليك. فبنبعت من هنا تحيه لاهلنا في اسيوط جميعا وكل صعيد مصر. حبيبي حماد، لا عملت مشهد جميل وافهاتك جميله جدا، يعني في النهايه هقول لك ايه، دمك خفيف، ربنا يحميك يا اخي. اهو اتفضل. برافو حماد. ثري سمايلي فيسز، انت تاسع مشترك بينتقل معنا للمرحله المقبله، الف مبروك لك يا محمد. من محمد المصري بننتقل لعند شربل اللبناني اللي كان من شوي قاعد يدردش مع نهاد. هاي شربل، ايه الشخصية دي؟ إلفيس بريسلي. مستعد للشخصية دي؟ الشخصية مش سهلة. مظبوط، لأنه عم بلدغ وبذات الوقت عم بعرض صوتي. وحافظ أشياء. يعني ما بدي أنسى وبدي ضلني متذكر أنه عم ضلني معرض صوتي وعم بلدغ. جمد قلبك؟ أكيد متوتر. وخايف. مين أكتر حد خايف منه من لجنة التحكيم؟ خايف منكم كلكم. أنا بديك سمايلي فيس شاربل. حبيبي. يلا جو. باي. I will sign it later. I will sign it later. يا يا عم خلاص خلاص بمضي لك اياها بعدين. حبيبي حبيبي. الو. للي ما بيعرفني، أنا اسمي إلفيس بريسلي، ومثل ما شفتوا أنا هربان من الفانس تبعولاتي، بعضهم فاكريني عايش. سو قلت بختفي. قالوا لي بلبنان إنه بيعرفوا يخفوا كثير منيح. مثلاً البحر بلبنان اختفى. واو! الزبالة كاتب ملاية تراث فجأة اختفت. هلا وين راحت؟ ما بعرف، المهم اختفت. واو! رئيس صار له سنة ونص مختفي. واو! سو انتخابات، جسر جلد الديب، 65 مليار، وحتى الاكسجين بلبنان اختفى. واو! فالصراحة الصراحة أنا بدي اختفي. في صديق لإلي ساعدني لدب هالشنطة، هو صديق فريند يعني لبناني، ساعدني لدب هالشنطة. بس لفرجيكم شو حط لي فيها. اوكي، اول شيء حط لي هيدا الزمور. هيدا الزمور اللي تقدر اقطع التراث بلبنان، انا بتعرف كثير امنه بلبنان تقطع التراث. فلا فرجيكم اكسبيرمنت. بلكي انا بدي اقطع من هون لهون. في طريق زمور كثير قوي اعطيني اياه. بتمشي من هون لهون. في عندكم بتمشوا من هون لهون. بتمرق السياره، شو بيصير؟ المفروض يزمر، بتوقف السيارات. توقف، بتمشي. واو 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 يا اوكي بلبنان ما في ترين بيقطعوا، بس في كم ترين ما بيعرفوا يسوقوا. في عطيني زي سريع تونا. تاني شيء عطيني هالطاسه. قال لي هالطاسه بتستعمل من فوق ومن تحت.
هلا من فوق لازم بدي امرق تحت الورش بلبنان، بتعرفوا لان كثير امنه بلبنان، بقي وقعت لي شي بحصه على راسي، انه هيدا شي عادي لما ما تخافوا، وفيني استعملها من تحت، لازم بدي امشي على التراث بلبنان، ما اعالي بشي جوره، بشي خندق، ارض بتطلع، ارض بتنزل، واو يا هيدا سسبنس بلبنان. اعطيني غير شي، هيدي عوامي. هيدي العوامي لانه بس تشتي الدنيا بلبنان بتعوم الدنيا. اوكي؟ سو كرمال ما اغرق حط لي اياها. بس عم بكون عم بسبح طلعت انا هيك في زباله كله مفيش على البحر غريب. رجعت تذكرت شيء قال لي ماي فريند. قال لي الفيس عمول منيح وكب البحر. طلعت انا هيك كله زباله بالبحر. قلت والله الشعب اللبناني كثير منيح. شان ريحة هاي تدخلكم؟ مايسترو، بليز. ريحة جسبيلة فيحة على طول مثل الجبيلة نخيري عم بتدور. ماني مجبور شم هيك عطور. ماني مجبور شم هيك عطور. كابل ليديز خدي يا عمي خدي. يلا يلا everybody يلا كلنا سوا ليديز يلا. شو قلتي لي؟ شو؟ مشروع الغنية؟ مشروع الغنية؟ شو لمين هيدي؟ باني ام؟ باكس باني؟ باني ام؟ شو؟ مشروع الغنية لباني ام؟ ما تستغربوا انا بلبنان. اختفوا الحاني، هلا هيدا شيء طبيعي، واو! اكيد اختفوا الحاني فانا بنسألنا واحد هذا شيء طبيعي بلبنان. نصروا حلوين. على كل انا بدي رايح شم الهوا بلبنان. خطركم. شربل يا شربل شربل تفضل شربل. متابع كثير منيح وضع البلد، متابع وضع البلد بشكل دقيق. بدون ما تابع اكيد. شربل بذكر انه عمره 14 سنه وبالحلقه الاولى اخذ 3 سمايلي فيسز. حتى نشوف الليله لجنه الحكم شو رح تعطيك. بنبتدي مع استاذ حسن. برافو شربل، انت دمك خفيف قوي وعندك استعداد طيب، وانا يعني نفسي اديك فرصه ثانيه بس مش هين عليا. انت برافو خد ميرسي. تنشوف قبل الميرسي. اوكي سمايلي فيس من استاذ حسن. هنيدي شو رايك بادائه لشربل؟ لو شربل شاطر جدا من المره اللي فاتت الحقيقه، بس النهارده حصلت معاه شويه حاجات هي لخبطته شويه وهو كان مركز بس. وانا برضو لفت نظري متابعته للحاله السياسيه في سنه ده، فده شيء محترم جدا جدا جدا. بس ساعات لحظه الخطر بتخلي الانسان يشتغل اكتر. فانا شو عايز يعني بدك تحطه بمنطقه الخطر؟ عايز احطه وعايز استفزه ان انا عارف ان هو هيعمل احسن من كده. أول ساد فيس من محمد هنيدي. سيرين شربل، أنا بقول إنك كتير مهضوم من أول إطلالتك بأول حلقة، فعلاً خطفت لنا قلوبنا وكلنا حطيني لك سمايلي فيس. وبيبشر بالخير، عمرك 14 سنة، إنه أنت بالفترات الجاية أكيد رح تكون شخص عنده خبرة كتير كبيرة ورح يضحكنا كتير. نحن كتير بحاجة خاصة بلبنان لناس بتضحك على التلفزيونات. بدي اطلب منك اول شيء رح خفف لك التوتر لانه بلش وجهك يصير هو سمايلي فيس ساد فيس. قصدي تو سمايلي فيسز وساد فيس يعني شربل. بدك توعدني انه المره الثانيه اول شيء بدك تخفف كثير هايبر
بدك تخفف شوي، يعني هيك كل الوقت. لا بدنا نخفف شوي، اوكي؟ وبدنا نركز اكثر على النص اللي عم تقوله. فاين. وفي شغله حلوه ما بعرف اذا هي نادي استاذ حسن انت معي، انه وقت وقع الزمور وانكسر كمل ما توتر، هيدا شغله لصالحه كمان. لا هو بقول لك عنده استعداد طيب الحقيقه. برافو شربل. طبعا برافو شربل. رح تكون بدائرة الخطر، ولكن هذا الشيء ما بيعني انه خلص. لا دائرة المشوار. الخطر انا عارف وانا واثق، انا حبيت اديك كده عشان اسخنك شوية، عشان انا واثق المرة الجاية هتعمل مفاجأة كبيرة. ميرسي. برافو عليك، شد حيلك. يلا ان شاء الله خير، بنهاية الحلقة بنشوف شو ناطره لشربل. وهلا كلنا بانتظار شارل حبليني يلي مرق معنا قبل اسبوعين، وشارل منه جديد على عالم الكوميديا والستاند اب كوميدي بشكل خاص، فشو محضر الليلة؟ بونسوار بونسوار بونسوار. أوه مرحبا. في كتير قصص كانت تخوفني أنا وصغير لأنه كانوا يمنعونا عنا، وأكتر شي كان يخوفني بس تكون أمي مسحة الأرض وأنت ممنوع تنقش أو تدوس على الأرض، كأنه شي جريمة أو شي حدا مات أو فيها حبس، يعني فيها محامي. ممنوع يا جماعة صدقوني كرمال دعسة أوقات بدل ما ترجع تمسحها، لأنه أنا ابنك أنت تركعني وأربع ساعات وعفرت سحبة وإيدي على راسي. دعسة مام سفاشلية. الشغلة الحلوة بس كنا أولاد هي إنه وقت أمك تمسح الأرض وأنت قاعد على الكنباية قال بتخليك تعلق إجريك. هو ما عليه بس حافي. بتعلق اجريك وبتمسح امك الارض، ما بتلحق تخلص وانت لازم تنطر، لازم تنطر لتنشف. بيحكمك الجوع، العطش، واهم شيء بصير بدك تفوت على التواليت، هيدي ما بتنطر. هيدي ما بتنطر، كونك ولد بيوقع فيك طرزان وبتبلش من كنبايه لكنبايه تما تدعس على الارض، على طاوله اوضه السفره، باللامبادير تتلقى، تمشي على طرف الحيطان، فيك توقع. كسر اجرك مش مشكلة بس اوعى تنقش، اوعى. كانوا يرعبونا. اختي الصغيرة مثلا ولا مرة بحياتها تعلمت رقص، ولا مرة فاتت على شي مدرسة باليه او ترقص. من ورا التمسيح وامي صارت باليرينا عادي، بتفوت على البوانت تعمل بيروات قدام باب الحمام، جراند كار بالمطبخ لما توقع ما فيك. اما هلا يا جماعة بما انه صار عمري 30 سنة وإلي 30 سنة بفوت على البيت ولا مرة بفوت مرتاح، إنه فيني فوت. أمي بتمسح 24 على 24، دايماً الأرض مي. بقى صرت بفوت محضر هلأ، بوصل هيك ما بلحق أوصل وإز بسمع شارل. بصير عدلين هم إنه شو رح يصير؟ معقولة حدا يموت؟ شو قولكن؟ تنجرب؟ واو زمتنا. اها شو امي كيف بدي اقطع هلا؟ ولك يا شارل عايشتنا اعصابي كل حياتي بس انا جاهز على طول، ما في مشكله ما في مشكله. لحظه مام. اها يا ماشي دايما في سسبنس دايما. في هول الناس كمان كتير بحبهم بدل ما يفشخوا هيك ويوسعوا قال بيتطلعوا بقيسوا وبقرروا انه ينطون فرد ضربه. بقى انا خلص رح اعمل تحتي بدي اوصل على الحمام، بقى قادر فزة اخر وحده خلص بقى بدها بوصل على الباب عم بحط ايدي على المسكه. اوعى مش مسكه الباب. عن جد عن جد كمان بدي انتبه على مسكه الابواب. منيح ضلني مجهز انا. يلا اوكي ما مسحناه هون. ارض الحمام ما نشفت. عن جد؟ لك خلص ما رح اعمل تحتي. انا رايحه وراجعه باي. رايحه وراجعه؟ بعتقد بعد 30 سنه كل حياتي بعيش ما فيني دعس بالبيت بما انه امي هلا رايحه وراجعه، عبالي لمره وحده انتقم منها ونقش للبيت كله. يا شباب فلت فلت فوتوا. فوتوا دعسوا دعسوا وين وينكم؟ وين؟ وين؟ لا شو لا؟
اللي بتعمل هيك بالماما ولو يا شار؟ حرام، عم بمزح معها بعد 30 سنة. شو هالمسحة الثقيلة؟ هلا أنا رح مسحه مثل الشاطئ. شارل، ما نسمع آراء لجنة التحكيم. رح نبتدي مع هنيدي. أولاً أنا عجبني الموقف جداً، الموقف دمه خفيف قوي، والإفيه الأخير بتاعه إنه جاب أصحابه ده هايل هايل بصراحة. بس أنا كنت محتاج منك حاجة يعني أقوى من الموقف بصراحة. فاهمني؟ يعني الموقف دمه خفيف وبتاع، بس أنا مصر إن أنت تاخد فرصة. ماشي. والله. شكراً. يعني لو أنت وافقت. شو يعني؟ شكراً شكراً. شو يعني؟ اوكي. سمايلي فيس من محمد هنيدي. سيرين، انا مصره انك مهضوم. ميرسي. يعني ما بعرف ليه هيك، وجودك على المسرح بخليني ابتسم رغم اوقات كثير بتكون بمشهد اعلى من مشهد ثاني، بس هيدا ما بينكر ابدا انك انت مهضوم. ثانك يو. بحط لك سمايلي فيس بالنسبه لي. بس برافو. شكرا سيرين. استاذ حسن. شارل حبيبي. انت حبيبي. انت ده ما خفش والله. شكرا. وزي ما قال لك محمد، السكتش اللي اتعمل ده مخفيف قوي، والفيناله بتاعته كمان عاليه قوي. بس انا شايف ان انت جواك ممثل كوميديان قد اللي انت عملته 10 مرات. شكرا. ولسه ما طلعش، نفسنا نشوف ده ان شاء الله. عشان كده هديك فرصه ثانيه عشان المره الجايه تورينا حاجه احسن ان شاء الله. ثانك يو. استاذ حسن بيعطيك ساد فيس، وجه حزين. ماشي. لكن انت بدائره الخطر. أوكي. شارل رح تكون رابع مشترك بدائره الخطر. اوكي. ومعنا 9 مشتركين انتقلوا للمرحله المقبله، ان شاء الله خير، بدنا ننطر لاخر الحلقه لنشوف اذا ما اكتمل العدد 12، شكرا لك شارل. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. بتمنى لك الحظ. لحد هلا بعد ما وصلنا للعدد 12، هل رح نوصل قبل نهايه السهره للعدد المطلوب او رح تضطر اللجنه تختار بين الموجودين بمنطقه الخطر؟ خليكم معنا وتابعونا دقيقه بدقيقه.